الحاجة نون نون الحاجة نون تقول نذرت إن عاد إلي ولدي بعد أن هرب مع أصدقائه يعني حرق هرب مع أصدقائه نقولوا حراق يعني حرق قال لهم الحوت ولا الدود يكون الحوت ولا يكن الدود المهم أنت بتكلم بالحوت ولا بالدود بعد أن هرب مع أصدقائه في البحر الى الخارج نذرت ان اصوم الاثنين والخميس وان اذبح اضحيه وقد عاد ولدي سالما الحمد لله ولكن لا مال عندي مسكين الحاجة نون ما عندهاش درهم فماذا افعل هاوليك واش ديري اولا الحاجة نون انت يا دعيت يا ربي بل قلبك صادقه بكيت على وليدك راه حامل يوصل ولا ما يوصلش ويعيد يظل واش من العز بلا كوارت مخبي في المراكز ياخذ في الخباطي خايف من الشرطه خايف يقبضوه خايف المهم حياه سودة والله جل جلاله وفى لك بما نذرتي. اطلع الله على قلبك واستجب لك هذه امور بيد الله كي ما يحب يدير يفعل ما يشاء ويختار واحد ما يدخل روحه استجب لك وحتى وليدك طلع عليك الله اكبر انت يا قلتي لو كان ولي ولي وليدي ولي ليا ولي لي نصوم الاثنين والخميس الان اذا نويتي الاثنين والخميس وحده صومي الاثنين والخميس اما اذا نويتي الاثنين والخميس مدى الحياه حتى تموتي الواجب عليك توفي بما نذرتي تصومي الاثنين والخميس مدى الحياه ونويتي قلتي لو كان ولي يولي وليدي ولي نذبح اضحيه صدقه ونصدقها على الفقراء نهار جا وليدك ما عندكش دراهم فاقره انت يا ما قلتيش نذبحنا الخميس ما قلتيش نذبح بالحد ما قلتيش نذبح 24 نوفمبر لا لا قلتي نذبح اما لا تبقى في عنقك حتى يولي عندك دراهم وانا واش نقول لوليدك هذا وليدك يما إذا نذر روح اخدم اخدم اتعب حمل اخدم في الفلاحه اخدم الخدمه كاين ما كاش يقول الخدمه ماكاش هو ما يحبش يخدم الخدمه كاين شعامل الواحد تقول له تروح تحمل في البور انا نحمل في البور إيه عليه او كاين واحد اخر يحمل روح تخدم في الفلاحه انا نخدم في الفلاحه ومن بعد هذاك اللي يخدم في الفلاحه ماشي راجل اما لا روح اخدم وجيب دراهم اللي يماك تشري اضحيه وتوفي بما نذرت والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته